إذن مشاهدينا الكرام مشتاقين شفت مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام أجواء صيفية رائعة هنا بمنطقة ديال عين دياب، يعني كيف ما كتشوفوا معنا الكورنيش عامر، الناس مخرجين وليداتهم وخارجين صحاب سهرات هما بعد منتصف الليل. يعني نشوفو هما الناس مازال خارجين تبارك الله، خارجين وليداتهم الصغار، هما ناس خارجين وخارجين وليداتهم، ناس خارجين تساراو، يعني سياح أجانب، يعني بلادنا زوينة والله القسم، إلى مدينة الدار البيضاء والمغرب إلى واعرين بزاف، هما البلايك ديال برا تبارك الله. يعني احنا مقبلين على شهر غشت او شهر 8، يعني اللي هو فصل الصيف بامتياز، يعني كتكون مرتفعة فيه في الحرارة، فكيدخلوا الناس من اجل انهم يدوزوا الكونجي ديالهم هنايا في المغرب، والبيضاويين كيبقاو يتبحروا والناس كيبقاو خارجين بعد منتصف الليل، لان كيكون الجو ديال الحر، فالناس كيطولوا شوية في الخروج وكيبقاو سهرانين. الناس هما وليداتهم عائلات، عائلات خارجين، اللي قلنا لكم مع الناس